الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ منورنا ومشرفنا وكالمعتاد وجودكم معانا هو احلى واجمل حاجه على في ان سي فود. اتمنى الويك اند تكون كانت لطيفه ومريحه. انا شخصيا تعرف احكي لكم عملت ايه. انا نجيب بقى السيره. شيف محمود شيفنا الجميل هنا يعني في المطبخ التحضيري كان كده عنده مطعم لذيذ بيفتتحه، ربنا يبارك له فيه ان شاء الله ويكون مصدر رزق وخير بالحلال وينجح ويكسر الدنيا. فاحنا كلنا قررنا نروح نزوره يوم الخميس ايه نبارك له. فانا من ساعه ما رحت لشيف محمود، وبعد كده قمت طالعه مروحه، ومن ساعتها ما خرجتش من البيت غير على الهواء النهارده. والله العظيم ما شفت الشارع. قررت ان انا هقضي ويك اند في البيت. الاسبوع اللي فات كان مرهق جدا بالنسبه لي نفسيا وبدنيا، فقررت ان انا الويك اند دي كلها ابقى في الولا حاجه، اشتغل بس من البيت، ما اخدش اي مواعيد، ما انزلش اي حاجه، ما اعملش اي حاجه، اقعد بس كده اريلاكس في البيت وافصل من الاسبوع المتعب اللي قبليها. وطبعا ده كان قرار صائب جدا. اتمنى ان اي حد يبقى تعبان وحاسس انه مرهق ومضغوط في حياته يعمله، لانه بيفرق جدا، بيخلي الواحد يجي كده بدايه الاسبوع بطاقه جديده يقدر يعمل المسؤوليات اللي عليه وهو مش متضرر ومش تعبان، وربنا يعيننا على كل اللي علينا يا رب. تعالوا نشوف عباره الحلقه النهارده ايه قبل ما نبدا النهارده حلقه السوشيال ميديا. طبعا هنرغي كتير، بس الاول نقول عباره الحلقه. وسبحان الله جايه لي في ميعادها النهارده، وهقول لكم في ميعادها ليه، عشان دايما اقول لكم سبحان الله بيجي لي رسائل كتيره جدا من البورد دي ومن السبوره دي. يعني انا النهارده عندي سبب قوي جدا ان انا اشمت في حد اذاني اذى كبير. فانا عندي النهارده كل الاسباب المنطقيه اللي في الحياه اللي تخليني اشمت فيه. وقاعده من امبارح اقول لنفسي ربنا ما يجعلنا مش شماتين، ربنا ما يجعلنا مش عايزه الشعور ده يدخل قلبي، ومش عايزه الفضول ياكلني اني اعرف هو اتضر ازاي او حصل ايه، او لا مش عايزه ومش عايزه اشمت فيه، ومش عايزه يعني ما اقدرش انكر ان انا هبقى مثاليه قوي واتمنى له الخير، بس بالتاكيد مش عايزه اتمنى له الشر. يعني ايه اللي هو لا عايزه اتمنى له خير ولا عايزه اتمنى له شر ولا عايزاه يجي في بالي اصلا خالص. فمن امبارح عماله افكر في كده، فتقوم تيجي النهارده العباره دي، تعالوا نقراها مع بعض. الا أن الدنيا بقاؤها قليل، عزيزها ذليل، وشبابها يهرم، وحبها يموت، حيها يموت مش حبها يموت، فالمغرور من اغتر بها. إلا أن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وشبابها يهرم، وحيها يموت، فالمغرور من اغتر بها. يعني لو أنا العزيز النهاردة يا عالم بكرة ممكن أبقى الذليل، زي ما الشخص اللي أذاني ده كان في يوم من الأيام هو العزيز، أهو النهاردة هو الذليل. وكلنا هنعجز، كلنا هنموت، كل ما هو على وجه الكرة الأرضية فاني، مفيش حاجة باقية للبني آدم غير سيرته وضميره وهو عمل إيه. فالحمد لله انا قاعده كده من امبارح عماله اقول لنفسي بتبعدي عن الحته دي، ما تدخليش في الاحساس ده، ما تخليش الشيطان يتمكن منك، ما تخليش الشيطان يخلي فضولك يروح لان انا من الناس اللي فضولها قليل جدا اتجاه الاخرين، ما عنديش تقريبا اي فضول. ماما حتى بتستغربني جدا، لان احيانا بيبقى في حاجات طبيعي ان يبقى عايزه اعرفها وانا زيرو ولا اي حاجه ولا ابذل اي جهد في ان انا اعرفها، حاجه كده ربنا حاططها فيا وانا بحمد ربنا عليها، لان فعلا يعني اللي بيتجنب الفضول واخبار الناس اكتر بني ادم مشتري دماغه في الحياه. لا يعنيني الا امور نفسي، واتمنى اني افضل كده طول الحياه. فمن امبارح كده الشيطان قاعد يوزني ان يعنيني امور حد، بس الحمد لله هي جت الكلمه دي خلاص قطمته، اتكتم خالص ومش هيطلع له صوت. فاتمنى ان كلكم تبقوا كده. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان احنا نشمت ونتمنى الشر لحد ونقعد نستنى. هو ربنا بيجيب الحقوق من غير اي بذل جهد مننا، ولا تتبعوا ولا تشغلوا بالكم، واللي اتأذى حقه هيجي تالت ومتلت. مش لازم بس انتوا تبقوا مستهلكين قوي او كونسيومد قوي في الفكره دي، او قاعدين تحطوا من طاقتكم واعصابكم وتفكيركم فيها، انسوها تماما وهي على الدائر تدور البواغي. صح ولا الدوائر على الباغي تدور الدوائر.
اهم حاجه بس ان احنا نحاول نكون في حياتنا بقدر الامكان ناس مش مؤذيه، لان الاذى البني ادم تاني بالذات انا بحس ربنا ما بيفوتوش. يعني ممكن ربنا يخلي واحد مرتشي مثلا يتمادى قوي ويوصل لاقصى درجات الغنى، هيخلص منه بس بعدين. لكن الناس اللي بتاذي ناس تانيه بحس ان ده لا، على حياه عين البني ادم لازم حقه يجي. وده نوع يعني التاخير في العدل ظلم، فيمكن برضو ربنا بيجيبه بسرعه عشان كده، علشان البني ادم ما يبقاش قاعد شايف ظلمه قدامه وهو متضايق. يلا ربنا يبعد عنكم جميعا كل الشر وكل الظلم، ويجعلكم كده من الراضين، ويبعد عن قلوبكم اي شماته في اي حد يا رب. يلا بينا ننزل بوست الحلقه، وبوست الحلقه النهارده طبعا هو بوست السوشيال ميديا، النهارده حلقه السوشيال ميديا. بوست السوشيال ميديا بينزل على صفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع الشبصار عبد السلام، وبينزل كمان على اكونت الانستجرام الخاص بالقناه بي ان سي ايجيبت. والبوست ده بيبقى عباره عن بوست بتكتبوا لنا تحته جميع انواع الاقتراحات، الطلبات، الاسئله، الاستفسارات، الاراء، واحنا بنسمعها طبعا بكل صدر رحب في الحلقه، وبنرد عليها كلها على الهواء. كل سكريبت الحلقه تقريبا بيبقى جاي من طلباتكم في حلقه السوشيال ميديا، فما تبخلوش علينا بان انتوا تطلبوا اي حاجه محتاجينها مننا. ده البوست على الانستجرام، والبوست التاني هو اللي كان على صفحه الفيسبوك. تقدروا تسيبوا لنا تعليقاتكم هنا او هنا، هي طبعا تعليقات الفيسبوك هي اللي بنبدا بيها دايما، فلو حد مستعجل عايز يسمع تعليقه يسيبه لنا على الفيسبوك. ويلا بينا نبدا على طول. بفكركم طبعا ان برضو تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق التليفون 2600 من اي موبايل، و 0900 من اي تليفون ارضي، وبنسعد جدا بمكالماتكم الجميله. صفحه البرنامج اسمها سنه اولى طبخ مع الشيفسار عبد السلام، نزلت لحضراتكم على الشاشه. هي صفحه عليها مليون فولور، علشان تعلموها بس انا بديكم حاجه تعلموها بيها. وانا لابسه كده بينك في صوره البروفايل، ولابسه احمر في صوره الكفر، عشان في صفحات كتير باسم البرنامج، بس دي الصفحه الرسميه. طيب ايه اتصلت بينا، هي عايزه عجينه الليمون. عجينه الليمون دي انا حسيتها التميمه بتاعت حلقه السوشيال ميديا، صح؟ لازم نستفتح بيها كل مره. عجينه الليمون هي قشر ليمون باي كميه موجوده عندكم، شويه كربونات وشويه خل وشويه ملح ليمون. بنحط قشر الليمون على النار مع ملح الليمون، ونغطيهم بالميه يغلو ويتهري خالص الليمون. بعد كده بنشيله ونضربه بالكبه لحد ما ينعم معاه الكربونات، وبعد كده بنضيف له الخل، ويبقى بيوري كده زي العجينه خالص. نشيله في برطمانات وننظف بيه اي حاجه محتاجينها تنضف، فظيع للحيطان، للشبابيك، للحوض، للمواعين، لاي حاجه دهنيه مش راضيه تنضف، للبوتاجاز وهمي، للتلاجه، ملوش حل. رائع يعني، من الاخر رائع رائع رائع. وطبعا اللي استخدموه ممكن يقولوا لنا كمان هم استخدموه في ايه ونجح معاهم، وهو فعلا ناجح جدا جدا جدا. مسك اي اس، مرحبا كيف حالك؟ ممكن طريقه لازاله القشره من الشعر، من شعر الراس؟ مع العلم اني بستخدم شامبو ضد القشره بس على الفاضي، وطريقه لتبييض الاسنان. بصي، اللي انا اعرفه ان خل التفاح بينزل القشره بتاعه الشعر، ولكن انا لست خبيره في هذه الاشياء باي شكل من الاشكال. وطبعا القشره بكثره في الشعر لازم دكتور، لان هي في سبب طبي هي اللي مخليها تيجي، هي مش مجرد يعني مش عدم نظافه. في ناس نظيفه جدا وعندها قشره، في ناس بتستحمى يوميا احيانا ده بيكون السبب حتى، وبيبقى عندها قشره، فمحتاجه ان انت تستشيري طبيب تعرفي ايه سبب القشره عندك عشان يديكي العلاج المناسب ليها. بالنسبه بقى لتبييض الاسنان، في حاجات كتيره قوي مبيضه للاسنان بتتباع في الصيدليه، الحاجات اللي دايما فيها فحم بتكون مبيضه للاسنان وجميله جدا. وطبعا لو انت عندك اصفرار في الاسنان بصوره مبالغ فيها، احسن حاجه في الدنيا انك تروحي لدكتور اسنان يعمل لك تبييض ويشيل لك الجير والحاجات دي. لازم الحقيقه نعملها بصوره دوريه، بتخلي السنين احسن بكتير. وانا شايفه كمان اهو الناس عماله تكتب لك اجابات من تجربتها، بس طبعا ممكن اللي كاتب لك تجربته يكون هو عنده حاله مسببه القشره غير الحاله اللي عندك تماما، فبرضه برجع اقول لك افضل انك تستشيري طبيب.
طبعا كل الكومنتات العسل السكر القمر اللي زيكم اللي بتكتبوها لي انا بتكسف قوي اقراها، لان انا يعني بتكسف اقرا حاجه بتمدح فيا. طبعا يعني هي على راسي كلها بقراها انا بيني وبين نفسي، وبشكركم عليها عشان تعرفوا ان انا قريتها، بس هتحرج جدا ان انا اقراها في البرنامج. فحنان حنة، بشكرك جدا على كلامك يا حبيبه قلبي، انت قمر وانا بحبك اكتر. هناخد هدير على التليفون. يا هدير اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي، اتفضلي. انا اول مره اكلم حضرتك فمبسوطه جدا ان انا بكلمك والله. حبيبتي منوراني، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. كنت عايزه اسال حضرتك، انهي احسن كحلل، التريفيل زهران ولا جرانيت؟ لا الجرانيت دايما احسن، اقوى، حمول اكتر. حمول اكتر؟ طبعا فالجرانيت برشحه اكتر من التيفيل. يعني مثلا لو انا عروسه وعايزه اجيب اطقم، اجيب قد يعني مثلا هو طقم جرانيت بس؟ يا حبيبتي طقم كفايه قوي، طقم كفايه قوي، وبعد كده ان شاء الله لما تتجوزي كده وتشوفي احتياجات بيتك ايه ممكن تزودي لو انت محتاجه، بس دلوقتي لا، هاتي طقم واحد كفايه جدا يا حبيبه قلبي. انا قعدت مده طويله جدا وانا شايف يعني بطبخ وبصور فيديوهات طبخ كل يوم تقريبا عندي طقم واحد. مؤخرا بقى لا، افتريت بقى، جبت كل بقى اللي نفسي فيه. بس انا بجيب ليه؟ عشان انتوا بتقعدوا تسالوني كتير جدا يا ساره الطقم ده يا ساره، فانا بجيب من باب الفضول والتجربه، وطبعا من باب ان انا بحب لما اصور الفيديوهات يبقى الحاجات متنوعه وشكلها حلو، ده بيعجبكم وبيرضيكم، وانا احب دايما انكم تشوفوا بيتي ومطبخي وشكلي ولبسي وكلامي حتى في احسن صوره. عشان كده يعني ممكن حد يعتبره سفه او يقول لي طب ما انت ما بتقوليلناش كده، انت بتعملي العكس. انا ده وضعي غير، ما حدش يقارن بيا، ومع ذلك قعدت مده طويله جدا هو اللي عندي طقم، والله هو طقم وشغاله بيه زي الفل، وطقم ووك وطاستين، شكرا خلاص، والبيت عايش وما عندناش اي مشاكل. ولكن دلوقتي بقى بقيت بجيب اكتر، بحب اجرب انواع اكتر عشان اقول لكم رايي، يعني رايي فيها. في شركات كتيره جدا بتبعت لي حاجات علشان اعمل لها ريفيو. يعني ايه؟ يعني امسك منتج اجربه واقول لكم والله طلع ميزاتها كده، عيوبها كده، انا شايفه سعرها كده مناسب مش مناسب، بديكوا ريفيو عنها. في شركات كتير جدا بتبعت لي عشان اعمل ده. الناس بتفتكر ان كل ده اعلانات بقى وانا يعني وحش الاعلان، لا مش كله بيبقى اعلانات، في حاجات جدا بتبقى ريفيو 100%، ما فيش انا اللي دافعه ثمن الحاجه اصلا، بس انا بعمل ده لان هو جزء من المحتوى اللي انا بقدمه وانا بحبه وفخوره بيه جدا، فما عنديش مشكله جدا ان انا اتكلف شويه يعني عشان اقدمه لكم عادي، مفيش مشكله، ربنا يجعله بفايده. بس فاديه عبده بتدعي البابا ربنا يشفيه والنبي ادعوا له يا جماعه لحسن الكدمات في السن الكبير، ما بتبقاش اصعب حق، ما بتبقاش اسهل حاجه خالص، بتاخد وقت كبير جدا علشان يتم التعافي منها، فادعوا له ربنا يكرمكم. ممكن طريقه تفريز البطاطا والقرع، القرع والقرع تقدري تقطعيه، تجيبيه تقطعيه وتشيليه نقي، دي طريقه. الطريقة التانية ان انت ممكن تشويه او تسلقيه وتشيليه في اكياس اللحم بتاعه جاهز، تعملي بيه قرع عسل، تعملي بيه شوربة، تعملي بيه اي حاجة. نفس اللي انا قلته ده ينطبق بالظبط على البطاطا، بس البطاطا افضل ان انت لما تخزنيها تبقى مشوية او مسلوقة، ده بيخليها احسن. هبة محسن بتقول لي كلام قمر زيها، ربنا يخليك يا رب، كل ذوق يا حبيبة قلبي، وعايزة مننا طريقة العجينة القطنية، جهزها لنا يا نور من فضلك. وبتقول لجوزها ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك أبدا، ويبارك فيك وربنا يرزقني بالذرية الصالحة، ربنا يرزقك حبيبتي بكل اللي فيه الخير ليكي، ويخليكوا لبعض يا رب، ويعمر بيتكوا كده بالحب والمودة إن شاء الله. منال فرج عايزه تعرف احسن نوع غساله ملابس عشان بتجهز بنتها، ميزانيتك ايه يا منال؟ وبتقولي كلام حلو وجميل وبتطلب مني اطمنها على بابا. الحمد لله زي ما قلت لكم هو بيتعافى من كدمات صعبه جدا، فالموضوع اخد وقت شويه وهو تعبان الحقيقه، بس ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله، ويبقى اجر وعافيه كده، وادعوا له ان ربنا يعجل بشفائه ان شاء الله. هاجر عبد رب وسيد اشكرك يا حبيبه قلبي على كلامك الجميل، وانا اتشرف ان انا اكون مثل اعلى ليكي، ده على راسي من فوق. ريتاج برضو بتدعي البابا ربنا يخليكوا يا رب، كلكوا ذوق يا حبايبي، يا رب يكون بيتفرج ويسمع كل الناس دي بتدعي له.
بصي هي بتقول لي ان هي جربت، هي كانت سالتني قبل كده هل ينفع تعمل البشاميل اللي بدقيق الشوفان هل هيربط، قلت لها انا شخصيا ما جربتش، جربي وقولي لنا النتيجه. فهي قالت انها جربت البشاميل اللي بدقيق الشوفان زي ما قلتي بس ما ربطش، فحطيت دقيق وكملت عادي. وكنت عايزه اعرف لو عايزه اعمل من اللبن زبادي، ما عنديش علبه زبادي في البيت، هل في حاجه بتتباع عند العطار مثلا استخدمها لعمل الزبادي؟ وكمان اعمل ازاي لبن رايب في البيت؟ هل في فرق بين خل التفاح وخل التفاح العضوي؟ خل التفاح العضوي اغلى، اورجانيك يعني، ما التفاح المستخدم فيه ما تمش اضافه اي مواد كيميائيه ليه، ده الفرق بينه وبين التفاح العادي. خل التفاح العادي. بالنسبه للزبادي لا، لازم خميره، لازم يبقى عندك زبادي. وبالنسبه للبن الرايب، اللبن بنخليه يروب، يعني بنسيبه بره شويه، بنسيبه يروب، ممكن نضيف له شويه خل صغيرين او عصير ليمون لنساعد في الحركه دي، وممكن نعمل له حلقه الحقيقه. اكتبي عندك يا نور ان ممكن نعمل حلقه زبادي ولبن رايب. شكرا جزيلا يا نور. مامة حنين ومحمد عايزة مننا طريقة الفينو، أنا بحبك أكتر يا حبيبتي. نور معايا طريقة الفينو؟ ماشي. ومع العجينة القطنية هي العجينة في قطنية فعلا بنعمل منها الفينو، فهي العجينة القطنية تعملي منها اللي أنت عايزاه. أسمى من الجزائر حبيبة قلبي أهلا بيكي، بتقولي كلام جميل كده قمر زيها، ربنا يخليك يا رب. واتمنى لو تعملي حصه، قصدها حلقه يعني، فيها اطباق جزائريه، وبتمنى ليكوا كل التوفيق يا رب. بصي انا هقول لك الصراحه، يعني انا ما انت عارفاني انا بكلمكم كده كاننا ايه قاعدين في الليفنج روم مع بعض عادي. بلدان المغرب العربي كلها لما بعمل اي اكل منهم بينتقدوني جامد جدا، وبيقعدوا يقولوا لي احنا ما بنعملوش كده، احنا ما بنعملوش كده، والاقي بقى 100 ايه طريقه كلهم غير بعض اصلا، فانا ما ببقاش عارفه اعمل ايه، ارضيكوا ازاي. بيجي لي انتقادات كتيره جدا، وكل الناس تقعد تهاجمني، لا احنا ما بنعملوش كده، ولا انت بوظتي الاكل الجزائري، لا انت بوظتي الاكل المغربي. فبقيت اتجنب ان انا اعمله علشان ما اضايقش حد، مش اكتر، ما اضايقكوش. ولكن انا مثلا شخصيا لما بشوف حد خليجي مثلا، بشوف كتير على التيك توك او مغربي او تونسي او جزائري بيعمل مثلا ملوخية وبيبقى عمل فيها حاجة غلط غير اللي احنا كمصريين بنعملها، عمري في حياتي ما اقول له كده، بالعكس ده انا بشجعه واقول له احلى كلام، عشان ببقى سعيدة ان هو بيعمل الاكل المصري حتى لو هو غلط في تفصيلة بسيطة. عادي الاكل مش قرآن يعني، عادي ان احنا نغلط وعادي ان احنا نخليه على ذوقنا. فانا بخاف بقى اعمل اكل جزائري ومغربي وتونسي عشان بتقعدوا تقولوا لي كلام صعب قوي بصراحة، وبتزعقوا لي جامد قوي يعني، بتشخطوا فيا كتير قوي، بس لو كده بالكم طول وتستحملوني ما فيش مشكلة عندي خالص ان انا اعمله. هو طبعا مطبخ المغرب العربي كله سواء تونس او الجزائر او المطبخ اكل جميل ولذيذ جدا جدا، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا، وبروح مطاعم مغربية ومطاعم تونسية ومطاعم بتقدم اكل جزائري كمان، وبحب اكلهم جدا. بس زي ما قلت لكم بتجنب اعمله نظرا للانتقاد الشديد جدا، الهجوم اللي بيحصل عليا لما اعمل اكل مغربي. ده انا عايزه اقول لكم حاجه، احكي لكم يعني مفارقه مضحكه. في احد الايام اخذت من احد اصدقائي المغربيين، هي مغربيه 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 يعني، حتى مش مثلا امها مغربيه ووالدها حاجه تانية، لا مغربيه الاب والام، خدت منها طريقه تفصيليه للبصيره، وخدت منها طريقه تفصيليه لحاجه تانية مش فاكره هي ايه، اعتقد كانت كسكسي لو انا فاكره صح يعني. خدت منها الطريقه بالملي وعملتها في حلقه، مشيت على طريقتها بالحرف يا جماعه، ولا كلمه زياده ولا كلمه ناقص، بالملي اللي قالت لي عليه عملته، وانا اهو بقول لكم اخدها من حد مغربي. بعدين ايه الحلقه نزلت حبه كده، لقيت الحلقه جايبه مليون فيو. قلت ايه ده يعني، هو انا عملت اعجاز جامد قوي كده لما ادخل اشوف ايه الوضع؟ لقيت ان المليون فيو دول بتشتم يا جماعه. لقيت ان كل بلدان كل افراد المغرب بيشتموني وبيهزقوني عشان انا عملت البسطيله والكسكسي غلط، واقول لهم والنبي ده انا اخدها من حد مغربي، طب اعمل ايه تاني؟ ومفيش بقى يعني ايه، كانت الحفله عليا اليوم ده، بس انا خدتها بصدر رحب يعني، بس فعشان كده ما بعملوش. ناخد مدام نحمده على التليفون. يا مدام نحمده اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مدام نحمده. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه؟ ربنا يطمنا عليك يا رب، انا بحبك قوي، ربنا يخليكي. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي يا رب. بقول لك اكلك حلو يا حبيبتي. على عيني على راسي يا حبيبتي. بقول لك انا طالبه بس مساعده منك يا حبيبتي، باخد 320 مش عاملين لي حاجه. بصي نور هتاخد رقمك دلوقتي لو في اي حاجه نقدر نعملها وتعرف منك التفاصيل، مش هنتاخر عليك يا حبيبتي، وربنا يرزقك من واسع يا رب وما يحوكيش لاي حد ابدا.
بصوا ادوني الامان، مغرب، تونس، جزائر. ادوني الامان في التعليقات، قولوا لي يا ساره اعملي ومش هنقول لك حاجه وهنحبك ونطبطب عليكي وانا اعمل، قولوا لي بس. وهقول والله هقول ان وارد يكون انا حتى الحلقه، انا فاكره كويس قوي ان في الحلقه ساعتها انا قلت ان وارد اكون بعمل حاجه غلط، لان في الاخر انا مش مغربيه ولا جزائريه ولا تونسيه، اهل البلد هم اكتر ناس يظبطوا اكلها، مفيش نقاش، مفيش نقاش، مهما عمل البشريه ملوخيه ولا محشي مصري اكيد المصريين احسن ناس بتعمله، ده لا يقل ابدا من اللي عمله، بالعكس انا شخصيا ببقى مبسوطه جدا جدا ان حد من جنسيه ثانيه بيعمل اكلنا، واقعد اشجعه تشجيع رهيب. يلا بينا هنطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع نكمل اجابه على اسئلتكم الجميله. فاصل صغير مستنيكم. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي نكمل الإجابة على أسئلتكم. عبد الله الاتناوي، أنا مش عارفة هي ست ولا راجل، بس هي قالت لي حاجة حلوة قوي فأنا نفسي أقولها. لما بشوف البرنامج أو الفيسبوك بحس إن أختي واقفة تنصحني دايما، منورة، ربنا يخليك يا رب، كلمة كبيرة جدا عندي ولو تعرفي قدرها وقيمتها يعني في قلبي لا يمكن تتخيليه. أشكرك يا حبيبتي أو أشكرك لو أنت راجل، في الحالتين يعني على راسي من فوق. كلكم اخواتي، ستات، رجاله، ولاد، صغيرين، شباب، كلكم اخواتي. برنسس هنا، شيف ساره انا بحبك جدا وبحب اتابعك، سؤالي مش متعلق بالطبخ، عادي خالص، يوم السوشيال ميديا مفتوح لجميع انواع الاسئله، بس ارجو ما دام ما فيهاش تخصص معين محتاج ان انا غير مؤهله اني ارد عليه، بس ارجو انك تردي عليا، ازاي ارجع اثق في حد فقدت الثقه فيه، ومن الضروري ان تكون الثقه موجوده بينا، وجزاك الله كل خير. بصي يا هنا انا هقول لك حاجه، موضوع الثقه ده شغل كبير جدا، لما بتفقدي الثقه في حد عزيز عليكي، وكلنا طبعا احيانا بنتعرض لده، بنحتاج نبذل شويه جهد، الجهد مش منك انت بس، الجهد من الطرفين، الطرف اللي فقد الثقه والطرف اللي كان موثوق فيه، لازم هو يعمل او هي تعمل حاجات تديكي الامان. يعني لنفترض، تعالوا نتكلم على أكثر نموذج منتشر لفقد الثقة، الخيانة مثلا، واحد خان مراته، لازم تبذل شوية جهد، لازم تفضل طول الوقت تتك بزيادة على انك تخليها في حياتك، عرفها انت فين طول الوقت، انا عارفة ان ده سخيف، انا شخصيا ما بحبش ده، ولا عايزة حد يعرفني هو فين طول الوقت، ولا انا عايزة اعرفه انا فين طول الوقت، بس ده هيديها الامان وهي محتاجاه في الوقت ده، اكيد الحياه مش هتستمر كده يعني، وما تستناش اما هي تسالك، انت من نفسك قول لها، او انت من نفسك قول لها، لو صديقه، اصدقاء مع بعض، او اخوات مع بعض، او ام وبنتها، او اب وابنه، ايا كانت العلاقه، وارد ان يحصل فقد للثقه، فكلامي ده عام للجميع. الحاجه اللي سببت فقد الثقه اتك على انك تاكد عكسها، او اتكي على انك تاكدي عكسها. وانت بقى من ناحيتك ده الشخص التاني. الشخص بقى اللي فقد الثقة محتاج، هي صعبة طبعا، محتاج ما يقرشفش، أنا عارفة إنها أصعب حاجة في الدنيا، محتاج بيقولوا forgive and forget، ينسى أو يتناسى، ممكن صعب إن احنا ننسى بس نتناسى، نمثل إن احنا ناسين عشان نعرف نرجع نثق في الشخص اللي قدامنا، وقد هو يقدم لنا أفعال تخلينا نقول آه كويس ان انا نسيت وانا هستمر في السكه دي، انا كده خدت قرار صح. وممكن على فكره ما الاقيش في قلبي سعه كافيه ان انا اثق، وارد جدا، ما حدش يعرف القلوب فيها ايه، اسمها قلوب عشان هي متقلبه، ممكن اكتر بني ادم كنت بثق فيه في الحياه افقد ثقتي فيه في ثانيه من تصرف هو عمله. لو انا فقدت الثقه دي بلا رجعه ومش عارفه ارجعها، يبقى دي علاقه صعبه جدا ان هي تستمر. فلو هي علاقه ينفع انهائها انهيها، لان خلاص مفيش حياه تنفع من غير ثقه. لو هي علاقه ما ينفعش تتنهي زي علاقه دم يعني ام اخوات او اب وام او كده، يبقى محتاجه تحجميها بقدر الامكان عشان ما تاذيكيش نفسيا. بس هو جهد طبعا وطريق طويل ومش هيحصل في يوم ولا اتنين ولا تلاته، هياخد وقت طويل، خصوصا لو كان سبب فقد الثقه سبب صادم يعني. وربنا يهدي قلبك حبيبتي من ايا كان وجعك وخلاك تفقدي الثقه بالشكل ده، من اسوأ الحاجات في الدنيا ان الانسان يفقد الثقه في عزيز، ده الم صعب جدا جدا جدا. اقول لكم حاجه، ان حد يفقد الثقه في حد عزيز عليه كان مديله الامان، ده ممكن يكون
اشد وطأة من ان الحد ده يموت. تخيلوا بقى انه يبقى على حياة عيني موجود وانا فقد الثقة فيه وحاسة ان مصدري للامان راح، ده حاجة بشعة جدا، ربنا ما يكتبها على حد. انت بقى لك 4 سنين مش عارف تفوق من الصدمة؟ لا بس لازم تتعافى، موف اون خلاص، ما تاخدش حد بذنب حد، فعش انت اللي بتأذي نفسك، انت المتضرر الوحيد. طول ما انت ما بتتعافاش انت المأذي الوحيد على فكرة، ما فيش حد مأذي. يا مدام إلهام، اهلا بيك يا مدام إلهام. اهلا يا سارة، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ يعني ايه الطله الملائكيه اللي انت طالة بيها النهارده يا ده؟ انا جايه لكم بالبيجامه، يعني لو اقف هتلاقيني لابسه البيجامه يا مدام الهام. لا لا بيجامه بالجمال ده ما شاء الله، جمالك يا ساره. ما انا النهارده وانا داخله القناه انا لابسه كده لبس رياضي شويه، فبقول لهم فاضل لكم تكه معايا واجي لكم بالبيجامه. على فكره انت اللي بتحلي اللبس يا ساره. ربنا يخليك يا رب، عينك اللي جميله يا رب يخليك. انت اللي بتحليه يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. شكلك طليتك، كلامك الحلو، كل حاجه. تسلمي يا رب، تسلمي يا حبيبه قلبي. كل حاجه فيكي حلوه يا ساره. تسلمي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق. مدام إلهام راحت، مدام إلهام شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. المفروض بعد كده يا حمدي نعمل سيجمنت كده في اول الحلقه، انا لابسه ايه النهارده عشان اوريهم البيجامات اللي انا باجي بيها، مش كده؟ بيشوفوا النص الفوقاني فوق بس ما بيعرفوش تحت داير ايه يعني. لابسه بنطلون بامبي يا جماعه، مش اهو بصوا اللون بامبي. نشارك المشاهدين، نشارك المشاهدين يقعدوا معانا شويه يشوفوا اللي بيحصل. مدام الهام انعام، مدام انعام. ايوه ازيك يا حبيبه قلبي؟ الله يسلمك، ازيك يا ساره؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، ربنا يعزك ويخليكي. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا حبيبتي، كلك ذوق، ربنا يعزك. انا بحبك جدا جدا يا ساره والله. على راسي يا حبيبه قلبي، على راسي. والنبي يا ساره عايزه اسالك سؤال. اموريني يا حبيبتي، اتفضلي. عايزه اسالك سؤال يا ساره. اتفضلي يا روح قلبي، اتفضلي. انا بنت والده وعملت لها مغات كتير. تمام. فصاد منه كتير. تمام. عايزه اعمل لها قرصه. مش هتنفع بالمغات. ما دام عملتيه، مش عملتيش مشروب صح؟ مش هينفع؟ لا ما دام عمل المغات بناخد الباودر بس بس يعني اللي هو انا عماله افكر ممكن تتعمل ازاي؟ انت عاملاها المغات نفسه اللي هو اللي زي العجينه ده. ماشي تمام، فعايزه تعمليها محوجه. ايوه حاضر يا حبيبه قلبي، هنزل لك مقاديرها حالا. تسلمي لي والف سلامه على بنتك، تطمني عليها يا رب. نزلي لنا المحوجه يا نور. نبيلة، شوف سارة عايزة أسألك، طقم حلل كذا التركي حلو ولا لا؟ ولو في أنواع تانية أفضل ممكن تقولي لي، ميزانية مفتوحة. اللي أنت قايلاه حلو، وهقول لك كمان على طقم جرانيت حلو قوي برضو تركي، كتبت لك أهو نوع تاني حلو قوي برضو. أم زياد محمد، ربنا يخليكي يا رب، كلك ذوق يا حبيبه قلبي، اشكرك وهبلغ سلامك. هي بتقولي بحترم كل الشيفات والقائمين على القناه، واحنا انت على راسنا حبيبتي، اهلا بيكي وشكرا جزيلا. يا روحي كل الناس بتسال على بابا، ربنا يكرمكم يا رب، كلكم ذوق. منى عبد الفتاح بتسالني على بابا وبتقولي كلام جميل منها، وبتقولي ان انا مليانه طاقه. هي بتحس اني مليانه، تقولي بحس اني مليانه طاقه سلبيه، ازاي اتخلص منها؟ انت طاقه ايجابيه جميله بس بشوفك افرح. محدش طبعا يتخيل ابدا 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 ان انا طاقه ايجابيه على طول، لا عادي جدا بيجيلي طاقه سلبيه زيكم بالايام، ولكن انا لا يمكن وتحت اي ظرف من الظروف اظهر لكم ده. ليه؟ لان انا بحس انها مسؤوليه كبيره جدا ان حد يكتب لي انا باخد منك الطاقه الايجابيه، انا بشوفك بتفائل، انا والله لما ببقى متضايق بدخل على البروفايل بتاعك، فاقوم انا بقى اجي اصدر لك طاقه سلبيه؟
لا يمكن اعمل كده، فمهما كان عندي من طاقه سلبيه لا يمكن اصدرها لكم، بقوم كده كاتماها جوايا وحبساها وبرده اصدر لكم الايجابي، علشان انا هستفيد ايه يعني لما نقلك طاقه سلبيه؟ طب انا حصل مثلا عندي حاجه حطتني في وضع خلت جوايا طاقه سلبيه، حصل لي حاجه وحشه، سمعت خبر وحش، حد ضايقني، ايا كان ايا كان، ليه انقلها لك؟ هستفيد ايه يعني؟ هو احنا يعني في لازم نشارك الاحزان يعني؟ لا، انا ما احبش كده ابدا. لو دخلتوا على البروفايل بتاعي ولا عمركم هتلاقوني بشتكي، ولا عمركم هتلاقوني بعيط، ولا عمركم هتلاقوني بولول، ماليش في الاجواء دي خالص، حتى في اصعب مواقفي في اي وقت، حتى وانا مصابه ومريضه واخده غرز في وشي هتلاقوني برضو بصدر لكم طاقه ايجابيه، حتى لو ده مش هو اللي جوايا، لان هي مسؤوليه كبيره جدا. فازاي تتخلصي من الطاقه الايجابيه؟ تحوطي نفسك بناس ايجابيين. سوري، ازاي انا اسف، ازاي تتخلصي من الطاقه السلبيه؟ تحوطي نفسك بناس ايجابيين، ما تنغمسيش بقى، يعني تلاقي مثلا واحده ايه متضايقه تقعد بقى تسمع اغاني حزينه وتقعد تفتكر كل الاحزان بقى اللي في حياتها، فايه يبقى الحزن اللي بقى كان قد كده بقى قد كده؟ لا خالص، اشغلي نفسك بحاجه، خدي قرار ان حاجه واحده بسيطه انا هعملها النهارده واستمري عليها. من ابسط الحاجات مثلا هقول لكم حاجه، انا في بيجي لي ايام كده ببقى متضايقه عادي، ما انا بني ادم، وارد ان تحصل اي حاجه تضايقني، حد بحبه يحصل له حاجه تضايقني، زي موقف بابا ده اكيد انا متضايقه يعني اكيد. اخد قرار كده، ماشي انا هصحى بكره هروق السرير والبس حلو، حاجتين بساط قوي، هروق السرير والبس حلو، فما ببص كده على السرير متروق وانا شكلي كويس، مش بيبقى شويه عندي اقبال على الحياه، شويه مش بقول 100%، بس بحس ان انا عملت حاجه، فابدا اخد الخطوه الثانيه. طيب انا هنزل دلوقتي هروح الهوا، مش هكشر في وش الناس، هضحك في وشهم، مش دايما بقدر اعمل ده، بس بحاول بقدر الامكان ان انا اعمله في ايام كتير، يعني مش كل يوم انا جايه لكم والضحكه من الودن للودن انا كويسه، لا خالص. فحاولي كده ايه بيقولوا عليها fake it till you make it، اضحكي على نفسك لحد ما تصدقيها، فاقعدي كده اعملي حاجات ايجابيه، اضحكي، حاطي نفسك بناس ايجابيه، لو بتحبي تنزلي تتمشي انزلي اتمشي، لو بتحبي تطبخي ادخلي اطبخي اكله حلوه، لو بتحبي تتفرجي على افلام اختاري فيلم ايجابي اتفرجي عليه، بتحبي تسمعي موسيقى اتفرجي عليها، القران بيريحك شغلي القران في البيت، القران على فكره من الحاجات اللي بتطرد الطاقه السلبيه جدا جدا جدا. انا معرفش ليه يعني عندي كده علاقه وثيقه بسوره البقره، سوره البقره بالذات لما ببقى متضايقه لازم اشغلها في البيت، بحس انها فرقت، ما حدش يسألني ليه، انا معرفش ليه هي بتفرق معايا، يعني مش قادره اقول اسباب معينه او ما فيش حاجه معينه انا بعملها، انا مجرد ان انا بشغلها وبالتحديد بشغلها وانا داخله انام، بحسها كده، بحس ان انا بصحى احسن وبنام احسن، فدي برضو من الحاجات اللي بعملها. فهي حاجه، شوفي حاجه كده بتريحك وامسكي فيها قوي. اقول لكم حاجه تانيه بتطرد لي الطاقه السلبيه، منى صاحبتي، لما ببقى في أسوأ حالاتي والله العظيم من غير تفكير بالبيجامه اقوم لابسه حاجه على البيجامه وطالعه على منى، منى انت فين؟ واروح لها ايا كان مكانها، ممكن اقعد معاها اليوم كله، ممكن تاخدني ونروح اي مكان وابات معاها، بحس ان انا قعدتي معاها بتقلل جدا 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 من قدر الطاقه السلبيه اللي جوايا، فسواء شخص او عاده او حاجه بتعملوها او مكان بتروحوه بيخرج منكم الطاقه السلبيه، اعملي ده وكرريه بقى، هتلاقي نفسك بقيتي احسن باذن الله. وطبعا ادعي دايما، قولي ربنا يفك كربك، وادعي ربنا انه يريح قلبك، يعني كلميه كده، كلميه من غير رسميات، قولي له اللي مضايقك واحكي له انا بحس ده بيريحني برضو جدا، فاعملي كل ده وربنا يفك كربك يا حبيبتي ايا كان هو ايه. نطلع فاصل، يلا بينا نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل حلقتنا، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل ويلا بينا نكمل الإجابة على أسئلتكم. سهر الليالي،
يا ربي، كاتبه لي كلام جميل قوي 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 من هنا لسنه قدام. ربنا يعزك ويخليك يا رب. يعني لو انا عملت كل اللي انتي بتقوليه ده، ده انا خلاص كده يعني اموت مرضيه. ربنا يعزك يا رب. شكرا يا حبيبه قلبي. ام اسامه ادم: شوف ساره، انا بحب حضرتك جدا وصفاتك رائعه، اشكرك يا جميله. ممكن لو سمحتي طريقه البسكوت بالبرتقال بس بالزيت والقرص الطريه، يا ريت لو تنزلي مقاديرهم وشكرا جزيلا. بصي حبيبتي، البسكوت بالبرتقال يا سمنه يا زبده، بسكوت بالزيت مش الطف حاجه خالص، مش الطف نتائج. هحاول اشوف لكم طريقه كده تخلينا نعمل البرتقال بالزيت، البسكوت بالزيت ويطلع حلو، ولكن اقصى حاجه قدرت اعملها عشان يطلع معقول ميكس ما بين الزيت والزبده. ف نحاول، اكتبي يا نور عندك كده ان احنا نعمل محاوله البسكوت بالزيت، نعمل شويه تجارب كده ونشوف هيطلع معانا النتيجه ايه، ونزل لنا القرص الطريه بعد اذنك. منى المرزوق: بنحبك جدا جدا يا ساره يا جميله، بحبكم اكتر يا حبيبتي. ممكن اعرف لو في ملح لمرضى الضغط العالي ويكون طعمه زي الملح العادي ولا لا؟ في مثلا ملح الهيمالايا اللي انا بستخدمه في فيديوهاتي دايما بتعلقوا عليه، بتقولوا لي ايه ده، هو الملح بتاعك اخد لون ليه؟ لان هو لونه بينك كده، لونه زي البنطلون اللي انا لابساه، فهو لونه كده عشان هو ملح هيمالايا صخري. هو اغلى من الملح العادي لكن مش غالي قوي، عشان ما حدش بس يفتكر انه بمليون جنيه يعني، لا هو اغلى من الملح العادي ولكن مش غالي لدرجه مفزعه يعني. لو مريض لا يجيبه طبعا، فدا صحته يعني، لو ربنا مقدره ان شاء الله يجيبه عادي خالص، بيتباع في سوبر ماركتس كتيره دلوقتي، وهو اصح لمرضى الضغط. وطبعا يحاول مريض الضغط دايما يقلل الملح بقدر الامكان، يستبدله بعصير الليمون. يعني عصير الليمون بيملح برضه، بيدي طعم كده وملوحه للاكل بس من غير ضرر الملح. سميره عمري بعتالي سلام من تونس: اهلا بكل اهل تونس الخضره الجميله، على راسي حبيبتي، ناس طيبين وجمال، اهلا بيك يا حبيبتي. احمد السيد: عجينه الليمون ينفع تتحط مع الغسيل ولا تعمل بقع في الهدوم؟ تحياتي ليكي من سوهاج، والسؤال ده من رودينا اختي. اهلا لرودينا واهلا بيكي يا احمد كمان، ويعني ايه الاخوات الحلوه دي، ربنا يخليكم لبعض. قاعد تكتب لها كومنتات عن الغسيل، كتر خيرك والله. بص يا سيدي، عجينه الليمون لا، ما انصحش ان انا احطها مع الغسيل، انا شخصيا بخاف ان الزيت الطبيعي، لان الغسيل فيه الليمون فيه زيوت طبيعيه، فبخاف ان الزيوت دي تبقى اللبس، ده اول حاجه، وبخاف ان يفضل منه بواقي في الغساله ما اعرفش انضفها وما اشوفهاش فتعمل عفن، ففي الحالتين لا، ما ومو بخاف انه يسد كمان الفلتر بتاع الغساله، فانا ما بستخدموش شخصيا في الغسيل خالص. مع العلم ان في ناس كتبت لي في التعليقات قبل كده كتير ان هي بتستخدمه في الغسيل وبينفع معاها وبيبقى كويس، لكن انا شخصيا اخاف اعمل كده. ايه السؤال العالمي بتاع كل مره؟ آية رضا: انتي والشيف نونه والشيف فاطمه اكلكم تحفه جدا، سؤال تحفه جدا على رأي بصوت فاطمه ابو حياتي، سؤال بس، الاكل اللي بيطبخ طول اليوم بقى بيروح فين يا شيف؟ السؤال ده نفسي اساله لكل الشيفات اللي على التلفزيون. بص يا ستي، القنوات، قنوات الطبخ بالذات او القنوات اللي بتطلع برامج هوا ورا بعضيها، انت متخيله احنا هوا في هوا في هوا في هوا، فكل الناس اللي في القناه دي ما بتلحقش تطلع حتى تروح تاكل وتيجي، مش اوبشن، هو قاعد طول اليوم في القناه، فطبعا احنا بناكلهم، هم عددهم كبير جدا، فالاكل اللي بيبقى موجود في القناه ده حتى ما يكفيهمش يعني، ده تصبيره كده لحد بس ما يروحوا بيوتهم، ربنا يعينهم يا رب. احنا بنيجي على قد برامجنا بس، لكن هم بيجوا شفت من اول النهار لاخره، يعني احنا عندنا اول برنامج بيبدا الساعه كام؟ 10 صح؟ واخر برنامج بيخلص الساعه كام؟ 7:30، 7:30، فهم طول الوقت ده موجودين في القناه، ما ينفعش يمشوا، ما ينفعش يروحوا يتغدوا في بيوتهم، ما ينفعش يروحوا يقعدوا في مطعم ياكلوا، ما فيش الاوبشن ده خالص، مش متاح، فطبعا الاكل اللي احنا بنعمله بياكلوه هم بالهنا والشفاء على قلوبهم يا رب. وربنا كده يجعله ايه، طيب طيبا وسلاما عليهم، عشان ايه في ناس كتير بصلهم في الاكل ده. مدام هدى، يا مدام هدى اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا ستي؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ كنت طيبه 2023. وانت طيبه، نبدا الاحت، انا بحب راس السنه قوي، تعرفي كده؟ ماشي، لا بعد اذن حضرتك ممكن اعمل اهداء لبنتي؟ طبعا يا حبيبتي، اتفضلي.
هي اسمها أمال ذاتي، في كلية العلوم، كلية دار العلوم. بعد إذن حضرتك بقولها بس إنها تعدي صافي بس في ثالثة كلية. حاضر، ربنا يوفقها. يا رب تعدي والنبي يدعوها كل من يسمعني. ادعوا لها يا جماعه، ادعوا لها تعدي صافي وتبقى ناجحه كده ان شاء الله من غير اي ايه ديول يا رب ان شاء الله. انا بحب راس السنه جدا لسبب بسيط جدا، ان انا بعتبرها انها فرصه لان الانسان يبدا بدايه جديده. باخد كده بعض القرارات، لو في حاجات بعملها مثلا انا مش راضي عنها هوقف واحد اتنين تلاته، هزود واحد، باخد شويه قرارات كده مصيريه وبحاول التزم بيها السنه اللي بعديها. فاتمنى يعني انها تكون صفحه جديده جميله لكل الناس. سميرة عمري بتدعي البابا، أم عبد الرحمن ربنا يخليك يا حبيبتي أشكرك جدا. إياد عماد بتقولي أنا بحب جدا الحلقة دي، ربنا يكرمك وبحب طريقتك الجميلة دي، والنبي انتوا اللي جمال وعسل، عسلات كلكم كده. الله، روان سعيد، شيف ساره، ماما عملت الارنبيط المقلي بطريقه حضرتك وطلع تحفه، تسلم ايدك. هي كانت طالبه من حضرتك كمان طريقه مربى البلح الاحمر والسماني، ربنا يشفي والد حضرتك شفاء عاجل يا رب، وشكرا يا شيف ساره. من غير كل حضرتك دي ما تقوليش حضرتك، ده انا بنت خالتك، احنا قاعدين في الليفنج روم مع بعض، حضرتك ايه بس. وحاضر يا حبيبتي، هعمل لماما المربى. احنا البلح لسه موجود في السوق صح؟ الرطب بس ما عادش فيه اصفر، انا بشوفه على الابلكيشن اللي لسه موجود. الاحمر خلاص، الاحمر خلاص راح بخ، ما لحقناش. ما طولش السنه دي ما اعرفش ليه. طيب هننزل لك هاتي يا نور بطريقه البلح ومربى البلح والنبي، ممكن؟ شكرا يا حبيبتي. وبالهنا والشفا الارنبيط المقلي هو فعلا مميز جدا، اتمنى كل اللي شاف الحلقه يجربه ويقول لي رايه ايه. وبالمناسبه يا جماعه، عشان الناس بتقول لي تطبيقات وطبقنا الوصفه وعملناها وصورناها، نبعت لك فين؟ ابعتوا لي على انستجرام، انا بجمع الصور دي وبنزلها في ستوريز على انستجرام على طول، بفرح بيها جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يا فرحة، يا فرح، فرح خالد، ربنا يخليك يا رب. بتقولي أنا بديها حلول لكل حاجة، ده غير البوزيتيف انرجي، ربنا يزيد ويبارك يا حبيبتي ويجعل كل حاجة محلولة لينا كده بإذن الله. ممكن طريقة الستريبس والبيتزا والبرجر؟ حاضر. بص يا ستي، البيتزا العجينة بتاعتها هي طبعا السر، العجينة 3 كوباية من الدقيق، 3 كوب دقيق، بنحط لهم 3 معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، المكونات الجافة كلها بنخلطها مع بعض، بعد كده بنضيف لها الزيت، بعد كده بنضيف لها مية دافية أو فترة، ونبدأ نعجن لحد ما العجينة تلم معانا ويبقى فيها لزقة خفيفة قوي في الإيد، نسيبها لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده نبدأ نفردها ونحط لها بقى صلصه البيتزا والتوبنجز اللي انت عايزاها والجبن وكده، وتدخليها الفرن، الفرن يكون سخن جدا جدا جدا. دي البيتزا. البرجر ولا اي حاجه غير لحمه تكون نسبه الدهون فيها على الاقل 20%، ممكن توصلي لحد 30 هيبقى جميل برضو. هتحط لها ملح وفلفل اسود لسه مجروش دلوقتي، يعني هاتي حب وانت جروشيه كده بالهون، تحفة، أحلى برجر تكليف حياتك ولا أي حاجة تانية عن كده. بالنسبة بقى للستريبس، هتجيبي قطع الفراخ تقطعيها بشكل طولي وتتبليها بأي تتبيلة أنت تحبيها، أنا شخصيا بحب أحط لها رشة صغيرة قوي من الحبهان، رشة صغيرة من جوزة الطيب، توم باودر وبصل باودر، و بحب احط ايه كمان يا ساره، بحب احط شويه بابريكا، ولو في بهارات فراخ بتحبيها ممكن تحطيها، هي الصراحه التوابل براحتك يعني مفيش قاعده قوي، وبسيبها كده بحط التوابل دي وبحط سنه ميه صغيره تعمل كده زي سائل الستريبس تتبل فيه، وممكن اتبل بدل الميه لبن رايب. بعد كده بطلعها على الدقيق اعفرها كويس جدا واقليها في زيت غزير، بتطلع جميله جدا. الاء المصراتي، شيف ساره اهلا، ربي يحفظك ويحفظك يا رب ويبارك فيكي، اريد وصفه لحب الشباب بعد اذنك، وعمل كيك وبطاطا في قلايه هوائيه. بصي حب الشباب، معرفش حب الشباب يعني ليه سبب، فلازم طبيب امراض جلديه يقول لك ايه السبب عشان يديكي العلاج الصحيح. انا طبعا ما اقدرش افتي في حاجه طبيه كده، حبيبتي اعذريني، ما عنديش فكره ايه اللي يودي حب الشباب، وما عنديش تجربه شخصيه، يعني انا شخصيا عمري ما كان عندي حب شباب اضطريت اتعامل معاه، فللاسف ما عنديش تجربه شخصيه معاه. عايزه وصفه لحب عمل كيكه
كيك وبطاطا. احنا عندنا حلقه كيكات كامله الاسبوع ده. بطاطا في قلايه هوائيه، البطاطا بترشي عليها الزيت وتحطيها في القلايه الهوائيه بس كده. مين معانا يا نور؟ مدام ميرفت معانا على التليفون. يا مدام ميرفت اهلا وسهلا. مساء الفل يا ست ساره. مساء الجمال والسعاده، اهلا بيكي يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله زي الفل. ايه الجمال ده والابيض ده يا ست ساره؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت اللي جميله. انت جميله على طول حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. وأجمل حاجة فيكي ثقتك بنفسك. الحمد لله. واتمنى ان كل بنات الدنيا كلها تبقى زيك يا رب يا رب، تكونوا احسن مني كمان. ما يعني بتحاولي تدي لهم كل النصايح وكل الحاجات دي، وما بتصوريش انك تدي لهم الحاجه النافعه وكده. ربنا يا رب يحافظ عليك. ربنا يخليك يا رب، وبشكرك على كلامك الذوق الجميل يا حبيبه قلبي، تأمريني واهلا وسهلا بيكي. شكرا جدا جدا جدا. افتكرت عايزين نبعت تحيه لهاجر اختي عشان التيشيرت دي بتاعتها وانا لطشتها منها. شكرا يا هاجر على التيشيرت، لايقه على الطقم بتاعي قوي. اه يعني سلسه، اه يا سلسبيل جيتيلي على ايه؟ الحب الحب. سلسبيل، مساء الفل يا شيف، ممكن حضرتك تعملي لنا حلقه عن الفريك بوصفات تانية غير الطريقه المعتاده؟ بصي انا بحب الفريك حب، ممكن استغنى عن المكرونه واستغنى عن الرز واستغنى عن كل حاجه في الحياه واعيش على الفريك. اكتبي يا نور حلقه فريك من عيني، ده انت جيتيلي على الغالي. نور يلا حلقه فريك. همت جابر، صباح الفل، الف سلامه على والد حضرتك، وكنت عاوزه وصفه قدره قادر، واشكرك ربنا يوفقك يا رب. اشكرك يا همت. همت جابر هي اللي كاتبه لنا التعليق ده. وشكرا على سؤالك على بابا. بالنسبه بقى لقدره قادر، ليها حلقه ان شاء الله قريبا جدا، فلان هي تكنيك محتاجه تشوفيه، مش هينفع اقولها لك مقادير كده بس. فاوعدك حبيبتي بحلقه قدره قادر قريب جدا. حاضر، نقرا بس التعليق ده ونطلع فاصل عليه. شكرا. او اسراء احمد بتقولي كلام سكر كده زيها، بتقولي ايه بقى؟ ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، وانت ظبطتي الدنيا على الاخر معايا، لاني كنت لسه متجوزه ومش عارفه اعمل ايه بجد. ربنا يحلي ايامك كلها بالخير والحب. بقرا التعليق ده ليه؟ عشان ادي امل لكل بنوته ممكن تكون بتتفرج علينا دلوقتي ومحتاسه وشايفه ان المطبخ ده حاجه صعبه جدا، وامور البيت دي حاجه مستحيله. ولا اي مستحيل، اصبري، انت في التليين دلوقتي، انت في مرحله التليين شويه كده، وهتلاقي نفسك وحش، وهتلاقي نفسك بتعملي كل حاجه وكل حاجه تسهل عليكي، ما دام من قلبك عايزه تتعلمي وعايزه تجربي وعايزه ومش خايفه ومش متضايقه. يعني ما تشيليش حمل الموضوع وتبقي متأففه منه، لا، اعمليه بحب. خديه دايما بنيه ان انت بتعملي اكل جميل تشاركيه مع جوزك، كل دي لحظات بتشاركوها. كل اكله حلوه هتاكليها مع حد بتحبيه، ايا كان الحد ده مين، جوزك، اخوكي، اختك، ابوكي، امك، اي اكله هتشاركيها مع حد بتحبيه هي ذكرى. افتكري كده وانت هتعملي احلى اكل ويسهل عليك المطبخ جدا. يلا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا، مستنياكم. لذيذ ومقرمش، جزاك الله خيرا، اتمنى كلكم تجربوه لانه هو فعلا لذيذ ومقرمش جدا. صحه وهنا يا رب. بس اسعدتيني جدا بتعليقك، شفتوا القرنبيط المقلي المصري وصل ليبيا، شفتوا بقى ان الاكل ازاي هو اسرع طريقه لنقل الثقافات. تلاقوا كده وانت قاعد في بلدك وانا قاعده في بلدي، احنا عرفنا ثقافه بعض اتليست في الاكل في الطبخ، فهي حاجه جميله جدا ومشاركه جميله جدا. صحه وهنا على قلبك يا رب. آية طلة اسماعيل، عملتي ايه عشان تخسي يا شيف؟ عملت عملية تكميم معدة. وفي ناس معرفش ليه طالع اشاعة بقالها حبة كده ان انا رجعت عملتها تاني. لا والله ما عملتش اي حاجة تاني، هي بتتعمل مرة واحدة، ما ينفعش تعمل مرتين اصلا، هي بتتعمل مرة واحدة. لو حد ما التزمش بيها ورجع تخن ومحتاج يعمل حاجة بيعمل بقى تحويل مسار. انا ما عملتش اي عمليات تاني، انا عملت عملية تكميم معدة واحدة من 4 5 سنين وما عملتش اي حاجة غيرها خالص. يورا ايمن،
يا حبيبتي بتقولي انها بتحبني وبتقولي عايزه من حضرتك بجد تدعي لي، انا في ثالثه ثانوي وحاسه ان في ضغط شديد قوي علينا. ما تضغطيش نفسك ابدا حبيبتي، التعليم مهم وكل حاجه وعلى عيني وراسي، ولكن هو مش نهايه العالم، مش لازم تطلعي الاولى على البشريه، ولا لازم تجيبي اعلى مجموع ولا اي حاجه من الكلام ده بتفرق اصلا. المهم تحطي طاقتك وجهدك في حاجه انت بتحبيها وعارفه انك هتنجحي فيها ايا كانت هي ايه، وتتعلمي، لان التعليم مهم، التعليم بيصقل الشخصيه وبيفرق فيها جدا وبيخليكي بني ادمه كده موزونه وعارفه كلامك ايه وعندك علم وعندك ثقافه. وانت كمان اشتغلي على نفسك وثقفيها ووسعي مداركك، التعليم مش هو كل حاجه، يعني هو حاجه مهمه طبعا وكبيره جدا ولا غنى عنها، ولكن هو حاجه من حاجات كتير قوي انت محتاجه تعمليها، فما تحطيش كل طاقتك وضغطك واعصابك في حاجه واحده بس. هوني على نفسك وعلى الله، مش هقول لك غير كده، كله على الله. لواء الحمد مسج تزعل قوي، اسالكم الدعاء لاختي بالرحمه، ربنا يرحمها يا رب ويعفو ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبركم طبعا على فراقها. ما اعتقدش ابدا ان في حاجه ممكن تكون اصعب من فراق اخ لاخته، يعني تندرج تحت بند الام وابنها، حاجه صعبه جدا. ربنا يكون في عونك يعني ويصبرك يا رب. أم يوسف، ممكن طريقة القرص الطرية؟ القرص الطرية كذا حد طلبها فهتنزل على الشاشة. حمزة محمد، وأنا بحبك أكتر، ربنا يخليكي. منة الله، برضو بحبك. كوكي علي، ربنا يشفي والد حضرتك، اللهم أمين. أشكرك يا حبيبتي، ربنا يحقق دعائك إن شاء الله. هو ينفع الكيك من غير بيض؟ عندنا حلقة كاملة كيك من غير بيض، حلقة كاملة كيك من غير بيض بناء على طلب الجماهير، لأن كل الناس طالبة وصفات من غير بيض نظرا لغلاء سعره، وإن هم عايزين يقللوا يعني من استهلاكه، فهنحاول نعمل لكم حلقة كاملة، بس إحنا قاعدين ندرس وصفاتها كده وننتقيها عشان تكون ناجحة إن شاء الله، وحلقة كاملة بإذن الله كيكات من غير بيض. سمر سيد، حبيبتي بتقول البرنامج راقي جدا، كل التحية، من فضلك محتاجة أكلات خفيفة لألام المعدة. حاضر، محتاجة ترشحي حضرتك نوع مايكروويف، الميزانية متوسطة وفقط محتاجة في تجهيز أكلي في الشغل، يعني هكتب لك على نوع ميزانيته تعتبر متوسطة. وألف سلامة عليك يا رب، وأوعدك حاضر بحلقات أكل خفيف من عناية الاثنين. ميرنا جمال، شوف سارة عاملة ايه، ممكن الناس تدعي البابا بالرحمة والمغفرة لماما ربنا يشفيها. حبيبتي ربنا يرحم بابا يا رب، وتفتكريه بالخير وتفتكريه في دعائك دايما، وادعوا له يا جماعة، ادعوا لميرنا ربنا يرحم والدها وربنا يشفي لك ماما وتطمني عليها يا حبيبتي. هبة رجب، يا حبيبتي تعليق جميل قوي، سارة حبيبتي اللي عندها اكتئاب قولي لها تسعد 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 تسعد، يعني لما تسعد الناس وتحاول تساعدهم هتسعد، تشوف اي خير تسعد بيه حد ربنا هيفرحها. صح يا جماعه، والله العظيم الصدقات بالذات ليها قدره خارقه على فك الكرب، مش طبيعيه في لحظتها والله، يعني ما يعديش اليوم غير وربنا مرضيكوا، ولا ينقص مال من صدقه ابدا، ما حدش يحسبها ولا حد يفكر ان انا طلعت كام ومعايا كام، ما تحسبوش. اي حد كده يقابلك انت عارف انه محتاج، يلا على طول ربنا يفك الكرب كده ويبعد الاكتئاب ويبعد الحزن عن قلوبكم جميعا. نونا محمد، انا بحبك اكتر يا حبيبه قلبي، زوجي قرة عيني عايزة تطلب مننا ان احنا ندعي لها ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، ربنا يرزقك يا حبيبتي بالذرية الصالحة، لو فيها الخير ليكي ادعوا لها يا جماعة، ادعوا لها. يا روحي رحمة عادل بتقول لي كلام جميل جدا 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 زي العسل زيها. شكرا يا حبيبة قلبي، بتقولي الفيديوهات بتفيدها، شكرا يا حبيبة قلبي، وطالبة مني ترشيحات لأجهزة. هي عايزة تعرف غسالة كذا كويسة وبوتاجاز كذا كويسة، الاتنين اللي انتي قلتيهم كويسين، بس الغسالة انا افضل اللي انا هكتبهولك. لو ميزانيتك تسمح باللي انا قايلاه هو افضل، انا معرفش الحقيقة اللي انتي سألتي عليها ارخص ولا اغلى، مش عارفة سعرها ايه، فانا هقول وخلاص وانتي بقى ظبطي على حسب الميزانيه، بس هو كله تمام واللي انتي قلتيه برضو تمام.
أم حور أشكرك يا حبيبة قلبي، أم إياد على راسي يا حبيبتي أهلا بيكي. رنا خالد عايزة حلقة عن الأكل الصحي، حاضر نحاول نعمل أكل خفيف. أوكي زهرة محمد، السلام عليكم، ازيك يا شيف، ربنا يبارك لك ويحسن ما بين إيديكي، اتعلمت منك كتير. ممكن أعرف اسم المفارش السيليكون اللي بتدخل الفرن اللي بتستخدميها في البرنامج؟ اسمها مفارش سيليكون، ملهاش اسم معين يا حبيبتي، اسمها مفرش سيليكون، هي ده اسم المنتج يعني. في منه أنواع كتير كلها بتبقى كويسة، ما تسترخصيش بس قوي يعني، في هتلاقيهم ب 30 و 40 جنيه، لا دول بيبوظوا، هاتي أغلى شوية من كده علشان يبقى أحسن يعني. اوكي رنا سعيد عايزه تبعت تهنئه لخال وليد، اقول له كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك لينا يا رب ويخلي لك اولادك عبد الرحمن وريتاج وريتال ويفرحك بيهم يا رب. انا قريت التهنئه اهو، ويخليه لكم يا رب وكل سنه وهو طيب. توت علي حبيبتي الف سلامه على بابا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يا حبيبتي. عايزه بس اسالك على شنط التخزين، هي فعلا حلوه وعمليه، عمليه جدا 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 مليون مره. يعني انا كنت الاول بشيل الشتوي والصيفي في اكياس، ويقعد بقى الكيس يتقطع ويقعد الكيس معرفش ايه. الشنط احلى بكتير بصراحه، منظمه وشكلها حلو كده في الدولاب، ومفيش بقى المنظر الغبي بتاع الكياس اللي متكومه في الدولاب ده. طبعا طبعا برشحها، أحلى مليون مرة. طبعا يعني أهو يا حبايبي أهل المغرب العربي بدأوا إيه شجعوني. سميرة عمري أعملي طبخ تونسي وأشجعك يا غالية، بالعكس المهم الأخلاق، أنت إنسانة محترمة برشا. حبيبة قلبي أنا بحبك برشا، إدوني دفعة كده وأنا إدوني الأمان، إدوني بس الأمان عشان أنا بقيت أقلق بصراحة. انا مش من الناس بتفتكرني عنيدة، انا مش من الناس العنيدة خالص على فكرة. يعني انا مثلا لقيت ان في انتقاد لما بعمل اكل من المغرب العربي، عادي بطلت، ما عنديش مشكلة خالص يعني، ما مش قضية يعني. انا مثلا بلبس احيانا كده وبلبس احيانا تربون يعني، فلما بلبس تربون في البرنامج الناس بتنتقد ده كتير، بطلت البسه في البرنامج عادي، مش متمسكة قوي برأيي ما دام هو في حاجة عبيطة يعني، في حاجة شكلية بالذات او حاجة سطحية. ممكن اتمسك جدا برايي في معتقداتي او الحاجات اللي انا مؤمنه بيها، اتمسك جدا برايي واتشبث بيه يعني. ناس كتير مثلا بتقول لي ما ترديش على اللي يغلط فيكي، بس انا لا يمكن ما اردش، لازم ارد. ردي مش معناه ان انا متضايقه، ردي معناه ان مش مسموح لحد انه يتخطى حدود اي بني ادم. انا بعتبر ان عدم ردي هو سماح للصوت الباطل ان هو يبقى اعلى، فعشان كده بتمسك جدا بان انا ارد، مع العلم ان انا حقيقي وحياة اغلى ما عندي بكل قلبي بقول لكم ما ببقاش متضايقه خالص خالص. هو بعد شويه من المهنه دي يا جماعه بتبطلوا تتضايقوا لما حد بيقول لكم كلام سخيف، لان في ناس بتكتب كلام سخيف قوي، بنبطل نتضايق ممكن كل فين وفين. مثلا اكون انا اصلا نفسيتي وحشه او عندي حاجه، فممكن تيجي كلمه كده ايه تقوم قافلاني بقى خالص، لكن في الطبيعي ولا اي حاجه، برد لمجرد احقاق الحق يعني، مش اكتر من كده. ولكن مش لان انا متضايقه، بس في الحاجات الصغيره عادي. طيب هنختم بكومنت اخير. اسماء عبد الله بصوا بتقول ايه، هي بتعلق على تعليقي على الكلام اللي انا قلته على سوره البقره، بتقول يا ساره سوره البقره فعلا بتشيل الهم والغم وبتطرد الحسد والعين وبتشيل اي طاقه سلبيه. شفتوا بقى ده السبب، انا ما اعرفش المعلومه دي، ولكن كل اللي اعرفه ان انا لما بشغلها برتاح، فانا نقلت لكم تجربتي الشخصيه يعني، واسماء اهي بتاكد لنا الكلام. ربنا يبعد عنكم كل الهم والغم والكرب والخراب والفقر والمرض والاحتياج والحسد والعين واي طاقه سلبيه في حياتكم، ربنا يبعدها عنكم، يبقى بينها وبينكم بعد السماء والارض، وربنا يجعل كل ايامكم خير وسعاده وطاقه ايجابيه، وربنا يكرمكم جميعا على الطاقه الايجابيه اللي انا باخدها منكم، لان انا في اسوأ ايامي الحاجه الوحيده اللي بتطلعني كده ان انا بصحى الصبح باجي هنا باخد طاقه ايجابيه منكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويديكم اكتر من اللي بتدهوني. اشوفكم على خير ان شاء الله. طبعا حلقه السوشيال ميديا
حلقه جميله جدا وعزيزه على قلبي، انتوا عارفين ده. قعدتها بتكون الساعه 8 وربع بالليل، وكل حاجه اتقالت النهارده موجوده على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالبرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، والخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت. اتمنى اشوفكم بكره في مواعيدنا الساعه 1. نرجع بقى بكره للطبخ، حلقه جديده هنطبخ فيها. بكره هنعمل ايه؟ بطاطس، حلقه بطاطس، صح بكره؟ صح يا نور؟ هو احنا نزلنا المنيوهات؟ تمام، بكره حلقه بطاطس، اكلات كلها بالبطاطس من غير لحوم، فبكره برضو حلقه موفره هيطلع منها وصفات جميله جدا، تبقى طبق اساسي زي الفل. يلا اشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.